يرفقك من هو يزقوه زي زقوه ايه بقى؟ والله كتر خيرهم. ما ده الامن. يا لهوي. رب يعين. شغفوا زقوه. شغف العربية هتبقى تقيلة جدا. العربية هتبقى تقيلة. العربية أصلا هتلاقي غرقت من جوه. يا جماعة اللي عايز شقة في التجمع صف أول على النيل يقول لي. أنا عندي شقة أهي. زي الفل. حاجة عظمة. استنى يا سليم خليك ورا. Swimming in the river, nine. Second night.
هوبا هوب. الوضع يعني متبهدل متبهدل متبهدل، الكافتريات متدمرة، ربنا يسترها ويعوض عليهم يا رب، والحمد لله على كل حال، والله يجيب لي فيه خير يا رب. زي ما انتم شايفين الكافتريات كلها اهي، طبعا هو متبهدلة زي ما انتم شايفين، يعني ولسه احتمال يعني احتمال بالازيد شويه. ففي كافيتريات طبعا الجنب بتاعها وقع، ربنا يعوض اصحابهم، فنلتمس يعني منهم بعد كذا يعني يعملوا احتياطاتهم عشان لا قدر الله حصلت حاجه زي كذي فيكون في انتباه. يعني مشكله هم عاملين عشوائي، كل اصحاب الكافيتريات باينين الكلام ده عشوائي، فما فيش سوء تخطيط، يعني هو اللي بوظ الدنيا. يعني في كافيتريا اهي الحمد لله دي مش خسرانه حاجه، ودي ميه طلعت ونازله زي الفل، أمن عامل حجر والدنيا حلوة، بس الثاني مش عامل. أتمنى إنه كله يعمل نفس النظام والمكان. اهرب على ولسه في احتمال، يعني بيقول لك متوقع انها بتكون بزياده كده. خلص بحالها احنا دلوقتي في مسجد احمد بن سلول اللي انشئ سنه 263 هجريه 265 هجريه. حضراتكم متخيلين عدى عليه كام سنه والى الان المسجد محتفظ بعناصره المعماريه والحاله الانشائيه بتاعته؟ انتوا متخيلين المنظر عامل ازاي؟ متخيلين منظر مسجد احمد بن سلول؟ شايفين الميازيب؟ الميازيب دي اللي هي بتنزل الميه، اللي هي فوق دي بتنزل الميه. شوف من كام سنه معموله وما شاء الله الى الان مستمره الميازيب دي، مستمره الى الان زي ما حضراتكم شايفين كده. شايفين كميه الميه دي؟ لو في اعاصير هنا ما بيحصلش حاجه برضو للمسجد عشان مؤمن كويس. استاذ محمد حميده لو جلست احنا بنصور بقى.
معنا طبعا الاستاذ ناجي مدير عام منطقه اثار جنوب القاهره، استاذ ياسر سباه مدير عام الدرب الاحمر السيدة عيشة، دكتور كرم البدري مدير المشروع، استاذ علي طبعا مدير احمر ابن طولون. استاذ علي ممكن كلمه بس لاحمر ابن طولون دلوقتي؟ الميه تمام شغاله، المدرب اللي هي اللي هتحط البلاد كلها الميه في صحن الجامع، الميه فاشله ان شاء الله تخيل ربنا يسترها باذن الله. ان شاء الله يا كبير.